بجهود ذاتية نظم طلاب كلية اللغات فعالية تحت عنوان بالفن والعلم نقضي على الإرهاب وبالتعاون مع طلاب كلية الآداب، حيث ابتدأت الفعالية بكلمة ترحيبية ألقاها عميد كلية اللغات لتحفيز الشباب على مثل هذه الأعمال الخيرية. تنظيم مع كلية الآداب وعملنا على رسالة توجيهية لمخرجات هذه الأعمال الخيرية لجرحى التفجيرات، ورسالتنا ضد الإرهاب. بروح حماسية وإمكانية بسيطة أقام هؤلاء الطلاب طبقا خيريا يعود عائده إلى جرحى معسكر الصولبان وللمساهمة في التخفيف من الضغوط والمعاناة الأخيرة التي شهدتها عدن. طبق خيري لصالح جرحى التفجيرات الإرهابية، ونحن نوصل إن شاء الله رسالة إنه يعني عدن مهما كان ومهما حصل ومهما يعني عملوا بإذن الله يعني نحن مدينة أمن وسلام وبيعم السلام إن شاء الله في يوم ما، ونحن مع يعني رجال الأمن وإن شاء الله بندعمهم. أفكار بسيطة لكن أثرها قد يكون كبير لما تحمله عقول هؤلاء الشباب من تفاؤل، متجاوزين كل العقبات الفكرية لإيصال رسالة مفادها إننا حاضرون لمحاربة الإرهاب بكافة أشكاله. أفكار إنسانية وأعمال خيرية يهدف القائمون عليها إيصال رسالة عن طريق الفن والعلم، نستطيع مكافحة الأعمال والمعوقات الإرهابية للتخفيف من معاناة الضحايا. مروى السيد، قناة بلقيس، عدن.